رجح خبراء أن تشهد تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل أول تخفيض على سعر البنزين منذ بداية العام الحالي وبنسبة تخفيض لا تقل عن 4%. تفاصيل هذه الأرقام والتوقعات نناقشها مع الخبير في قطاع النفط عامر الشوبكي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. ما هي هذه التوقعات وما هي الظروف التي يعني تغيرت حتى يكون هذا الانخفاض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير رانيا لك وللمشاهدين. نعم، هنالك توقع بانخفاض 4% على مادة البنزين 90 بواقع 4 قروش للتر، وانخفاض قرابة 6% على مادة البنزين 95 قرابة 7 قروش لكل لتر، وبالتالي هذا الانخفاض سيكون الأول الذي يحدث على سعر البنزين منذ بداية العام الحالي بعد 5 ارتفاعات شهدتها أسعار البنزين خلال 5 أشهر أو خلال 7 أشهر من العام الحالي 2022. هذا الانخفاض رانيا طبعا مع استمرار الحكومة بالارتفاع على أسعار البنزين برفع أسعار البنزين ومواكبة الأسعار العالمية، بإضافة أيضا الضريبة الثابتة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية منذ العام 2019. نعم دكتور، يعني إذا ممكن تشرح لنا أكثر عن انعكاسات هذا الانخفاض على الاقتصاد، وهل فعليا هذا الانخفاض كافي اليوم يعني أم أن نحن بحاجة فعليا لتغييرات أكثر وانخفاضات أكثر؟ نعم، هذا الانخفاض بالتأكيد سيلقى يعني ترحيب، إلا أنه لا يلامس تطلعات المواطنين الذين يعني يعتقدون بأن أسعار النفط من المفروض أن تنخفض إلى الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، رغم أن أسعار النفط انخفضت يعني تقريبا 25% في الشهرين الماضيين، إلا أنه طبعا الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية ب يعني إعادة الضريبة الثابتة المقطوعة بشكل كامل على الأسعار المحلية بعد أن قامت بحجبها في الأشهر بداية العام وتقريبا تثبيت الأسعار لمدة 3 أو 4 أشهر، وبالتالي ربما هذا لا يلامس تطلعات المستهلكين الذين يطالبون بتخفيض الأسعار أكثر من ذلك. هذا سيكون له أثر جيد على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي توقف الارتفاعات التي قامت الحكومة ب يعني التوعد بها بأربع ارتفاعات قادمة، قامت برفع 2 منها، وهذا أيضا سيوقف رفعتين تاليتين على سعر البنزين. نعم، لربما هذا السؤال سيد عامر، يعني مع هذا التوجه بالرفعات هل تتوقع بأن تلتزم الحكومة أو على الأقل أن نشهد نحن انخفاضات في الأسعار؟ نعم، احنا رصدنا الأسعار العالمية على سعر النفط، وبالتالي أيضا رصدنا تحرك الأسعار في الأيام القادمة، وبالتالي يعني كان لزاما على الحكومة أن تجري هذا الانخفاض مع نهاية الشهر الحالي. إذا الحكومة ما أجرت هذا الانخفاض، بالتالي هنالك خلل في التسعيرة وسنظهر ذلك في نهاية الشهر، نظهر ذلك الخلل. أما الواقع أعتقد بأن لجنة التسعير ستنظر في هذه الأسعار وتعكسها على الأسعار المحلية. كون الحكومة قامت باستكمال كامل الضريبة خاصة على مادة البنزين 90 والبنزين 95، الآن أرهقت هذه الأسعار المواطنين وأصبحت حديث الشارع وحديث المجالس، ويعاني المواطنين بشكل كبير من هذه الأسعار. بعض المواطنين أوقف سيارته عن العمل، وأدى هذا إلى استنفاذ جزء كبير من دخل المواطن وقدرة الشرائية، ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، على نمو الاقتصاد العالمي، على نمو الاقتصاد الأردني. وانخفاض الأسعار والحد من ارتفاعاتها يعيد الأمل للمواطن بالقدرة على التكيف مع الظروف القادمة. نعم، خاصة بأنه الأسعار العالمية تنخفض، اليوم في انخفاض أيضا على أسعار النفط العالمية، والمتوقع أن يكون انخفاض آخر حتى نهاية الشهر الحالي والشهر القادم. على الأقل في الشهرين الحالي والقادم سيكون انخفاض على أسعار النفط العالمية نتيجة عدة ظروف. نعم، الخبير في قطاع النفط عامر الشوبكي، شكرا جزيلا لك.